السلام عليكم. حمل المبعوث الأممي مارتن جريفيث حقائبه وغادر صنعاء بعد مباحثات استمرت نحو 5 أيام التقى فيها قيادات ميليشيا الانقلاب ومسؤولين من حزب المؤتمر جناح صالح المتحالف مع جماعة الحوثي. لا مضامين واضحة أدلى بها المبعوث في تصريحاته بخصوص الحل السياسي في ظل احتدام المعارك على أبواب الحديدة التي يدور حولها الجدل والتكهنات، كون تسليمها بحسب متابعين قد يقرب الحل السياسي عندما تخسر الميليشيا أهم أوراقها العسكرية والمالية. كثير من الجمل جاءت على لسان المبعوث في تصريح صحفي قبيل مغادرته صنعاء، من بين تلك الجمل ما أسماه بإهدار الوقت في عدم العودة إلى محادثات الحل السياسي، التي أشار إلى أنه ناقش في صنعاء رؤيته التي سيعرضها على مجلس الأمن بعد 10 أيام، وتتعلق الرؤية باستئناف مشاورات الحل السياسي. التحركات السياسية الأخيرة للمبعوث والحديث على أن معركة الحديدة ورقة سياسية ليس أكثر يضع العديد من علامات الاستفهام. فما دلالات معركة الحديدة التي يتم تسويقها إماراتيا على أنها جزء من تسوية سياسية؟ وهل يحقق المبعوث الأممي الجديد نقلة نوعية في المشاورات السياسية، خصوصا في مرحلة الانكسارات العسكرية المستمرة لميليشيا الحوثي؟ مشاهدينا الكرام، دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود لبدء حلقتنا. تتشابك جميع الخطوط في اليمن وتعود إلى بدايتها، وكأن شيئا لم يتغير على الأرض. المبعوث الأممي الثالث إلى اليمن البريطاني مارتن جريفيث يسير على خطى سابقه المغربي والموريتاني وبنفس الآلية والأدوات. تغيب الأزمة الإنسانية في اليمن وتحضر على هامش الصراع المحلي والإقليمي والدولي، وترتفع أصوات الجائعين قبل أن يغطيها ضجيج المبادرات الفراغية. زيارتان للمبعوث الأممي الجديد إلى صنعاء منذ بداية مهمته في اليمن، التقى خلالها بزعماء ميليشيا الحوثي مانحا إياهم اعترافا جديدا بمشروعية الانقلاب. الحديدة كلمة السر التي تعذر حلها خلال العامين الأخيرين من عمر الأزمة اليمنية الممتدة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي وحلفائها في 21 من سبتمبر 2014. يتحدث التحالف عن رغبته في اجتياح الحديدة ويقترب منها، فتسارع الأمم المتحدة ومنظماتها للتحذير من مخاطر تلك الرغبة على ملايين المدنيين، فترد الميليشيا بتعزيز قواتها هناك والتلويح بتلغيم الملاحة الدولية في باب المندب. وحين يرتفع الضغط على ميليشيا الحوثي، تبادر طهران للحديث عن استعدادها للعمل على حل الأزمة اليمنية والضغط على حلفائها في صنعاء بالتعاون مع ألمانيا وبريطانيا، وترفع رئيسة الحكومة البريطانية سماعة هاتفها لتطلب من ولي العهد السعودي المساعدة في تخفيف معاناة اليمنيين. ليس مهما كم يسقط من اليمنيين في شرك الجوع والموت، فالأهم هو قدرة العالم على استثمار تلك الأزمة لتحقيق مكاسب استراتيجية وبيع صفقات تسليح للسعودية وحلفائها. تغيب الحكومة اليمنية أو تغيب وراء لافتة التحالف الذي التهم ما تبقى من احترام للشرعية ورفعها كقميص عثمان في واحدة من أسوأ التحالفات السياسية التي تحول فيها الطرف الأقوى لجلاد ثان. الإفادة الثانية للموفد الأممي سيستمع إليها العالم في 18 من الشهر الجاري، وستكون محورها جغرافيا الحديدة ونتائج زيارته ولقاءاته مع كافة الأطراف، وغير ذلك لن يكون هناك جديد على الأرض. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب إبراهيم القاطبي المحلل السياسي من نيويورك، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. والبداية معك أستاذ إبراهيم، مساء الخير. مساء النور والعافية لك ولمشاهدي الكرام، وخاتم مرضية إن شاء الله. علينا وعليكم إن شاء الله. أستاذ إبراهيم، غادر المبعوث الأممي صنعاء بالتأكيد كما تابعت بعد 5 أيام من بقاء فيها، وحديث عن رؤية عن الحل السياسي الذي سيقدمها بعد 10 أيام إلى مجلس الأمن. هل شكلت برأيك زيارته لصنعاء إضافة ما هنا أو هناك؟ أنا في اعتقادي إلى المبعوث الأممي عنده حل، ولا هناك استعداد من كل الأطراف للدخول في حل حقيقي في اليمن، أو حتى يعني عملية انتقال سياسي أو عملية سياسية. كلا متربص بموقعه وبمكانه. التحالف العربي كما هو بات واضحا وبدعم من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، يبحثون على السيطرة على الموانئ والجزر والأماكن الاستراتيجية في اليمن،
ولا يهمهم الشأن اليمني ولا العملية السياسية في اليمن، وإلا لكانوا ضغطوا على الحوثي ولكان هناك حسم عسكري متكامل ولتحركت الجبهات. لكن ما يبدو واضحاً أن هناك في الوقت الذي نتحدث عن تحرير مناطق أو حتى الحديدة، هناك تبنى ميليشيات تقوض الحكومة الشرعية، هناك يعني يبدو أن تقاسم المصالح الإقليمية والدولية في اليمن هي التي باتت طاغية على المشهد اليمني، ولا واليمنيون مضيعون من العملية السياسية ككل، كان ذلك على المستوى الإنساني والسياسي داخل الوطن. فأصبح الوضع يعني يتعامل به فقط دولة الإمارات العربية المتحدة، كما هو معروف قبل أيام طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية التدخل عسكريا في من أجل تحرير ميناء الحديدة، وهذا بات واضحا أنهم فقط يركزون على المناطق الحساسة والهامة داخل اليمن، لا يهمهم أي عملية سياسية، وإنما يريدون تلبيس ذلك من أجل الضغط على الحوثيين. وأنا في اعتقادي أن هذا بعيد كل البعد عن أي عملية سياسية، والأمور أصبحت واضحة أن هناك أجندة إقليمية ودولية من أجل تقاسم اليمن وتقاسم مصالحه. نعم، إذا أستاذ إبراهيم، يعني أيضا هناك من يربط بين هذه التحركات السياسية وبين أيضا يعني ما يحدث في الحديدة من معارك دائرة، هل يعني تربط الأمر أنت كذلك؟ أنا لا أعتقد أن هناك رابط، أنا أعتقد أنه ربما حركة ذكية من قبل المبعوث الأممي أن يذهب إلى اليمن في حال وجود ضغط عسكري، وهذا كانت ورقة لصالحه بأن يحاول أن يقايض الحوثيين نوعا ما بهذه الورقة، ورقة إسقاط الميناء الحديدة عنهم، وأيضا سحب هذه الورقة الاقتصادية والإنسانية والذي تمول ميليشيا الحوثية التموين العسكري والاقتصادي من خلاله، وربما تحرك عشوائي، وأنا لا أعتقد أنه منسق مع قوات التحالف والأمم المتحدة، أقصد مجلس الأمن الدولي، لأن هناك تضارب في المصالح في اليمن. أصبحت مثلا على سبيل المثال الحديدة هي ورقة ضغط، لو سقطت هذه الورقة الضغط من قبل التحالف العربي، لو قبضوا عليها يستطيعون الضغط أكثر على الحوثيين، لكن الهدف ليس لماذا لا يكون العكس سياسية أستاذ وليس إبراهيم؟ عمل يعني سياسي، وإنما الهدف هو يعني لما لا يكون العكس، حيث أن يعني يتم الضغط على ليس الحوثي وإنما هو محاولة إخراجه من المشهد بالحلول السياسية، يعني طالما هو سيخسر الحديدة فربما يعني هناك يعني إعطائه فرصة في وجوده كحل سياسي. لا أعتقد، لأنه المشهد إذا تكلمنا على عملية سياسية في اليمن من أجل هدفها استعادة الدولة واستعادة مخرجات الحوار الوطني وبناء فدرالية في اليمن، فلننظر إلى المشهد السياسي بكله، يعني ننظر إلى ما يحدث في عدن، ما يحدث في حضرموت، ما يحدث في مأرب، ما يحدث في الحديدة، كل هذه مشاريع متناقضة مع بعضها. حتى لو الآن مثلا تم يعني دحر ميليشيا الحوثي واستعادة صنعاء، ماذا بعد؟ نحن سنتكلم على مشاكل جانبيه فيما بعد، نتكلم على ميليشيات طارق عفاش في محافظه الحديده وغيرها من المناطق، نتكلم على ميليشيات تابعه للاحزمه الامنيه التي تتبع بن بريك والمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن وفي حضرموت وفي شبوه وفي مناطق اخرى، نتكلم على ميليشيات سلفيه في مناطق اخرى، نتكلم على قوات شرعيه في مارب، نتكلم على الجيش الوطني، فهذا كلها ستصبح مشكلة. أنا في اعتقادي من يخطط لليمن الآن هو يربك المشهد بهدف بقاء اليمن في صراع داخلي إلى أجل غير مسمى من أجل بقاء السيطرة على المناطق التي هم يسيطرون عليها الآن، ما عدا النقطة الأخيرة التي يحاول قوات التحالف العربي السيطرة عليها، وآخر نقطة هي ميناء الحديدة، لو سيطروا عليها سيخلقون صراعات أخرى، يعني هناك صراعات ميليشياوية أخرى، وهذا يقوض أي عملية سياسية وأي انتقال سياسي في اليمن طالما ولدينا ميليشيات، لأنه كلما حضرت الميليشيات في المشهد السياسي اليمني أو حتى العسكري اليمني كلما نقصت فرص تواجد سياسي حقيقي أو حل سياسي حقيقي في اليمن، وهذا ما يجري الآن، يعني يجري الآن تفريخ قوى مختلفة على مستويات مختلفة في مناطق مختلفة، وهذا يقوض أي حل سياسي في اليمن. فأنا اعتقادي
انه ما يجري في المناطق الاخرى التي كان يعتبر انها تكون متحرره يتناقض تماما باي حل او رؤيه سياسيه لليمن من اجل انتشاله من الحرب و يعني انهاء الانقلاب الحوثي العفاشي الذي انقلب على الشرعيه في اليمن. نعم، يعني وماذا عن التسويق السياسي من قبل الامارات تحديدا، يعني التي تقول بان معركه الحديده هي من اجل تسويه سياسيه؟ لا اعتقد من يبحث عن تسويه سياسيه، الحديده ليست بابها، يعني هناك يعني مناطق اخرى كتعز، كالبيضه، الجوف، هناك مناطق كان من المفترض ان يحصر الحوثي داخلها، لكن للاسف الشديد لن تحرك اي جبهه اخرى، يعني هناك الجبهات كلها شبه متوقفه، يعني هناك اذا كنا نبحث على محاصره الحوثي من اجل أن يأتي إلى يعني إما دحره أو أن يأتي إلى طاولة المفاوضات السياسية، هناك طرق متعددة، والميناء ليس يعني إلا نقطة جزء من هذا العملية المتشابكة، لكن الأيام والشواهد الماضية في الأسابيع والأشهر الماضية والسنوات الماضية تتحدث عكس ذلك، يعني عندما تم يعني تحرير عدن والمكلا ومناطق أخرى تم السيطرة على هذه المناطق من قبل ميليشيات تتبع لدولة الإمارات العربية المتحدة، بل من يدير المناطق والمحررة والمطارات فيها والموانئ فيها هي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والحكومة الشرعية كما قال الوزير وزير الداخلية اليمني المسيري يعني تحدث على أنه حتى خروجه ودخوله من المطار لا يأتي إلا بقرار من دولة الإمارات، فلذلك حتى المناطق التي يتم تحريرها لا تستبدل القوى فيها بقوى التابعة للحكومة الشرعية، بل بميليشيات تتبع بشكل مباشر لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهذا تهديد لكل اليمنيين، هذا تهديد للأمن، هذا تهديد للوحدة اليمنية، هذا تهديد حتى لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يحافظ يدعو إلى الحفاظ على سلامة وأراضي الجمهورية اليمنية وأيضا يدعو إلى دعم الحكومة الشرعية، كل هذا ذلك متناقضا، فلذلك من يرى من يجب يعني إذا كنا نرى ما في الأفق يجب أن نرى ما يجري في المناطق المختلفة من اليمن، على سبيل المثال كما ذكرت المناطق الجنوبية والمناطق المحررة وأيضا في الموانئ، حتى ميناء الحديدة أنا في اعتقادي التأخير الآن لأنه هناك قوة، القوات متضاربة هناك، القوة التي تتبع الحكومة الشرعية والقوة التي تتبع المقاومة الجنوبية وقوى طارقة، الإمارات تبحث عن المناطق التي ستسيطر عليها من ميليشيات تابعة لها، هناك في الحديدة ميليشيات تتبع لطارق صالح وليست قوية ولا يرحب بها شعبيا في محافظة الحديدة، فلذلك تم توقيف المعارك في الحديدة من أجل ذلك، وكانوا الآن يعني يقدمون حلول بأن يبقى ميناء الحديدة تحت يعني وصاية دولية، وهذا أيضا بحد ذاته اختراق للحكومة الشرعية والقرار بالسلام الدولي. نعم، إذا لو تحدثنا عن هذه المرحلة من محاولة بدء المفاوضات أستاذ إبراهيم، يعني إذا ما قارناها بالمراحل السابقة من المفاوضات السياسية، ما نقاط نجاحها إن توفرت؟ أنا في اعتقادي الآن لا يوجد نقاط نجاح، يعني الحكومة الشرعية مشتتة على جميع المستويات وضعيفة جداً حتى الآن وهي متواجدة في المملكة العربية السعودية، لا يوجد هناك طرف آخر أيضا متفاوض، هناك ميليشيات في الجنوب ومجلس انتقالي انفصالي في الجنوب، هناك حكومة شرعية في مأرب وفقط تسيطر على مأرب، المناطق الأخرى كلها متضاربة ومتناحرة بين أبناء المنطقة والميليشيات التابعة للحوثيين، الحديدة فيها حرب، أنا في اعتقادي أنه إذا كان الهدف هو استعادة الشرعية والدخول في حوار سياسي، يجب أن يلعبوا على كل الكروت الموجودة في الساحة، يعني أولا تضييق الخناق على الحوثيين، وهذا يعني تحريك كل الجبهات في مأرب وفي مريس وفي مناطق أخرى، إسكات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطالب بالانفصال، دعم الشرعية أي الاتيان بالشرعيه من المملكه العربيه السعوديه
ووضعها في مناطق آمنة كنقلها إلى مناطق آمنة كمأرب أو المناطق الجنوبية أو حتى سقطرى، لكن هذه كلها ليست لا توجد أي مؤشرات لأي حل سياسي أو الدخول حتى في عملية انتقال سياسي. كل ما يجري الآن هنا وهناك هو يعني مجرد ذر الرماد على العيون من أجل أن يهم الشعب اليمني أن هذا الهدف من الاستيلاء على ميناء الحديدة من قبل القوات الإماراتية والقوات التابعة لطارق عفاش هو من أجل المقايضة ذلك مع الحوثيين ومن أجل أن 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 يضعفوا شوكة الحوثيين، وهذا ليس صحيح لأنه ما يجري في المناطق المختلفة يعكس ذلك ولا يؤشر إلى أن هناك حل سياسي قادم أو أن هناك ورق حقيقية تستخدم في هذا الاتجاه. نعم، إذن شكرا جزيلا لك إبراهيم القعطبي المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من نيويورك. ونذهب الآن إلى الدكتور علي العبسي الباحث في العلاقات الدولية من برلين. مساء الخير دكتور علي. مساء النور. أهلا بك دكتور. بعد مغادرة المبعوث الأممي صنعاء وحديثه أيضا عن رؤية منتظرة سيقدمها إلى مجلس الأمن بعد 10 أيام تقريبا، برأيك هل فرص نجاح الحل السياسي أكبر هذه المرة؟ أنا لا أعتقد، لم يجري شيء يعني كبير على الساحة، بالعكس كل المؤشرات على الساحة الداخلية أو على ساحة الحرب تشير إلى رغبة الأطراف بالذهاب بعيدا في مسألة حسب المسألة عسكريا. مسألة أن يقوم الحوثيون بتسليم العاصمة صنعاء أو بالتزام بقرار مجلس الأمن 2216 وتسليم السلاح إلى الدولة والالتزام بمخرجات الحوار الوطني وبالمبادرة الخليجية غير واقعية، وأعتقد الجميع يدرك ذلك. وبالنسبة للتحالف العربي، التحالف العربي تقدم عسكريا وهو على مشارف مدينة الحديدة، فأعتقد أنه عملية السلام بالنسبة له أو مباحثة السلام هي يعني سلبية أكثر منها إيجابية، لأنه ستعرقل خططه في مسألة تحرير المحافظة وتحرير مدينة الحديدة وخنق الحوثيين وحركة الحوثيين في المنطقة الجبلية. نعم، إذن ماذا عن تزامن التحركات السياسية التي تأتي مع أي معركة تحدث الآن مع معركة الحديدة؟ أيضا تسويق الإمارات أن معركة الحديدة هي من أجل التسوية السياسية، ما رأيك؟ أعتقد هذا غير واقعي، هذا غير واقعي أبدا. يعني هي المسألة دعينا نرى إلى طبيعة الصراع، ما هو الصراع؟ هل هو الصراع بين أطراف سياسية لديها مشاريع سياسية معينة؟ ليس صحيحا، الصراع هو صراع عقائدي، هناك حركة دينية طائفية عقائدية لديها تصور معين عقائدي يفترض لها حقوقا معينة ويفترض لها تصور معين للحكم والحياة في مواجهة طرف سياسي آخر. القضية ليست قضية صراع سياسي على مسألة وزارات أو من يحكم أو كذا، القضية صراع فكري وعقائدي. فمسألة عملية السلام بين طرفين غير 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 متكافئين أو غير غير يعني لا توجد مقارنة بينهما. فالمعركة هي معركة صفرية، معادلة صفرية، هي مسألة يعني ليس قابلة للتفاوض، يا إما أن يحصل على كل شيء أو لا يحصل على أي شيء. نعم، إذن ما الحل برأيك؟ يعني إذا هو لا يقبل بالحل السياسي بهذا الشكل، أيضا الحل على أرض الميدان أو في الواقع غير مجدي، 3 سنوات لا حلول عسكرية يعني أتت بنتيجة ولا الحلول السياسية أيضا، هل سنظل نتراوح بين معارك على الأرض ومفاوضات سياسية على الطاولات؟ الحل العسكري أعتقد لم يسمح له أن يأخذ مدى، يعني للأسف نحن طبعا لا أحد يريد أن تستمر الحرب ولا يريد أحد أن تصل الحرب إلى المدن الأخرى، ولكن للأسف الشديد الحل العسكري منع، الحل العسكري مرفوض دوليا لأسباب كثيرة. الحل السياسي للأسف الشديد غير ممكن، غير واقعي. علينا أن نعلم أنه الحركة الحوثيين سيطرت على العاصمة صنعاء وسيطرت على المحافظة بقوة السلاح، لم تسيطر عليها بعملية سياسية، ليست بعملية انتخابية وليست بعملية سياسية بل بقوة السلاح، وهي لن تتركها إلا بقوة السلاح. هذه مسألة محسومة، وأعتقد أنه أن ندور حولها ونحاول أن ندعي أن هناك إمكانية للمفاوضات مع حركة الحوثيين، هذا مسألة صعبة للغاية وغير منطقية. الحسم العسكري هو أعتقد كان الحل الأفضل، لأننا أمام انقلاب عسكري، أمام انقلاب عسكري على الدولة الشرعية، لكن للأسف الشديد هناك قوى إقليمية
تؤخر هذا الحل. هناك قوى دولية لا ترغب في هذا الحل، أو النتيجة نحن في مراوحة ونزال يعني نروح في مكاننا. المراهنة هي على مسألة أنه الحكومة الشرعية والشعب اليمني نفسه والقوى الوطنية اليمنية هي ما ستحسم المسألة في النهاية، هي ما ستحسم المسألة. عملية تأخر حسم العسكري هي مسألة لنا مرتبطة بقوة دولية وإقليمية تمنع هذا الحل، لكن عندما تصل الحكومة الشرعية وتصل القوى الوطنية اليمنية إلى مرحلة من القوة ومن الإدراك ومن العزيمة ومن الاستقلال في القرار أن تصل إلى حسم المعركة عسكريا بجهودها الذاتية فأنا ستحسمها. وغير ذلك لا أعتقد أنه سيتم حل المسألة عن طريق مفاوضات سياسية أبدا. إذا يعني لا يبدو أننا أمام مرحلة جديدة في اليمن، يعني هل هناك من يقول بأن إذا وجدت مفاوضات جديدة ربما قد يفرز واقع جديد لليمن، أم برأيك أنه مجرد تكرار الأسطوانات السياسية السابقة مفاوضات لن تأتي بالنتيجة هذا إن عقدت من أساسه؟ أنا أعتقد أن الهدف الرئيسي بالنسبة للمبعوث العمومي الحالي هو مسألة تخفيف الوضع الإنساني الكارثي الموجود في اليمن. أعتقد الكل يدرك وهو يدرك أيضا صعوبة الحل السياسي، لكن هناك محاولة لمحاولة تخفيف المعاناة على المدنيين بشكل كامل. مسألة فتح المطار، مسألة ضمان سوق المساعدات، مسألة تسليم الرواتب، محاولة لتخفيف وإيصال المساعدات إلى النازحين، هذه كلها إطلاق أيضا المعتقلين والأسرى، هذه كلها محاولات لتلطيف الوضع الإنساني في اليمن. أما أنه أن الجهود هذه تصب في مسألة حل الصراع، أعتقد الكل يدرك حتى المبعوث الأمم المتحدة يدرك أن ذلك يعني ليس مسألة سهلة للغاية أو يمكن أنه تكون واقعية. هناك محاولة لبذل جهود في مجال رفع المعاناة عن المواطنين، إيصال الإغاثة، تخفيف المعاناة عن البشر، ولكنها ليست أكثر من ذلك. نعم، إذا لم يشر المبعوث الأممي أثناء مغادرته صنعاء على أي نقاط اتفاق أبرمها مع جماعة الحوثي، وفق تقديرك دكتور هل يحتفظ بشيء ما أم أنه وصل مع الجماعة إلى طريق مسدود خصوصا فيما يتعلق بتسليم الحديدة دون اشترارها إلى حرب جديدة؟ الفترة البسيطة التي قضاها المبعوث الأممي في اليمن يعني هنا يومين، يعني قضى تقريبا يومين، والمباحثة التي أجراها وأجراها أعتقد مع الصف الثاني، يعني حتى لو التقى بمهدي المشاط وغيره من المسؤولين في حركة الحوثيين لكنهم يعتبرون الصف الثاني والثالث في الحركة، ولم يلتقي مع القيادة الرئيسية للحركة، لم يلتقي مع عبد الملك الحوثي، لم يلتقي مع شخصية صاحبة القرار على الأرض. فأعتقد أنه تلقى ردودا بنفس الردود التي تلقاها المبعوث الأممي الذي قبله والذي قبله. الحركة الحوثية هي حتى لا تحاول ان تناور حتى يعني حتى لا يوجد لديهم القدره على المناوره السياسيه او محاوله المفاوضات لاجل المفاوضات او تضييع الوقت او حتى اكتساب مكاسب بسيطه من اجل يعني عبر الدخول في مفاوضات. هم واضحون للغايه وهم لديهم لا ادري هل هي عنجهيه هل هو غرور او هي مساله عقائديه انه مساله بالنسبه لهم محسومه للغايه. هم يريدون الحرب، هم لا يرون مساله المفاوضات ستؤدي الى اي شيء. هم قرارهم الرئيسي انهم يريدون وقف العدوان، هذا هو تفسيرهم لما يحصل في اليمن، وهم يفاوضون على هذا المبدا. لا يفاوضون على ان هناك لا يوجد لديهم اعتراف بمساله مخرجات الحوار الوطني والمبادره الخارجيه وقرار مجلس الامن، هم لا يعترفون بها اساسا. فعلى ماذا سيتفاوضون؟ ما هي القاعده التي سيتفاوضون عليها؟ فاعتقد ان المبعوث الامم المتحده تلقى نفس الاجابات التي تلقاها سابقه. هناك مثل ما اخبرتك هناك محاوله ل محاولة تخفيف المعاناة الإنسانية ليست أكثر. نعم، إذا برأيك ما هي أوراق النجاح التي بيد المبعوث الأممي؟ يعني هل يمكن أن يخترق حل أو جدار الانسداد السياسي؟ مرة أخرى أعيدك إلى مسألة طبيعة الصراع السياسي. طبيعة الصراع السياسي طبيعة معقدة للغاية وطبيعة عقائدية ليست طبيعة سياسية، وبالتالي ليس في يد المبعوث الأمم المتحدة أي يعني بذاته بالادوات التي لديه أن يستطيع ان يحقق اختراق. هناك محاولات اعتقد ستتلي في مرحله ما بعد تحرير الحديده، في مرحله ما بعد تحرير ايضا جزء كبير من صعدة. عندما يتم حصار حركه الحوثيين، عندما يتم وضعهم تحت ضغط عسكري كبير، عندما تبدا ملامح هزيمتهم في الافق،
سوف يرزقون. أعتقد هناك يستطيع في هذه اللحظة أن ينتزع نوعا ما من التنازلات من الحركة، لكن في هذه المرحلة أعتقد حركة الحوثيين يعني لن تستجيب لأي مفاوضات، لن تستجيب لأي دعوات، وبالتالي مبعوث الأمم المتحدة ليس لديه خيارات كثيرة وليس لديه أوراق كثيرة في هذا المجال. نعم، يعني هل تعتقد أن التحالف لم يدرك ذلك بعد، يعني أنه يجب الضغط أكثر على الحوثي حتى ينصاع للحلول السياسية أو يقدم تنازلات، وبالتالي المعركة الحقيقية هي على الأرض وليست على طاولة المفاوضات؟ أعتقد التحالف يدرك ذلك، ولكن أعتقد المجتمع الدولي، أو دعينا نكون أكثر صراحة، الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الحسم العسكري في اليمن، هي لا تريد لمسألة أنها تدعم حركة الحوثيين، ولكنها تريد ترى معادلة الحكم في اليمن تتطلب وجود حركة الحوثيين في المستقبل، فهي لا ترغب الآن في حسم المعركة نهائيا وتحييد حركة الحوثيين من الساحة السياسية. هي لا. ترى أن المعادلة الحكم المستقبلية في اليمن تتطلب وجود الحوثيين واستمرارهم في الساحة اليمنية بقوة، ما ليس بما هم عليه الآن ولكن بقوة ما، لذلك هي تحاول قدر الإمكان تأخير وعرقلة الحسم العسكري. هو التحالف ايضا لا تبدو مستعجله، لديها سمامات اخرى، لديها اهداف اخرى من الحرب في اليمن، ليست من اولوياتها اعاده الحكومه الشرعيه الى العاصمه صنعاء، وبالتالي مساله الحسم هي بالنسبه لها مساله نسبيه. طبعا هي حاولت في مساله الموضوع الحديد ان تحسم المساله نتيجه ظروف اخرى ليست مساله الحسم العسكري، ولكن تهديد الملاحه الدوليه في البحر الاحمر، تعرض سفن التحالف العربي للمملكة العربية السعودية والإمارات إلى محاولات هجوم من قبل الحوثيين، ولذلك هذا عملية حسم معركة الساحل الغربي قائمة على أسس غير مسألة حسم المعركة في اليمن بشكل كامل، هي كنوع من رد الفعل لمسألة الهجوم الحوثي على القوى البحرية وعلى السفن البحرية للتحالف العربي في المنطقة. فلذلك أعتقد أن التحالف العربي أيضا ليس مستعجلا في مسألة الحسم العسكري. المجتمع الدولي أيضا والولايات المتحدة الأمريكية أيضا لا ترى في الحسم العسكري شيئا يحقق مصالحها، وبالنتيجة ما زلنا نراوح في نفس المكان. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور علي العبسي الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف من برلين. مشاهدينا الكرام، نستكمل هذه الحلقة ولكن بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونستكمل هذه الحلقة مع ضيفنا الأستاذ ثابت الأحمدي عبر سكايب من مكة، الكاتب والباحث. مساء الخير أستاذ ثابت. مساء الخير والخيرات وليالي مباركة عليكم جميعا وعلى المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم. يبدو أن هناك مشكلة في الصوت، لا أستطيع سماعك، هل تسمعني أستاذ ثابت؟ أسمعكم مع قليل من يعني من الوضوح يعني. إذن سنعود إليك بعد قليل حتى نتم أو يتم التأكيد على الصوت أستاذ ثابت، العفو منك ومن المشاهدين. مشاهدينا الكرام، يعني بطبيعة الحال هو سؤال مفتوح، ما الذي يحمل المبعوث الأممي بعد مغادرة صنعاء؟ ما الذي سيقدمه لمجلس الأمن بعد 10 أيام؟ هل كان هناك اتفاقات بينه وبين الحوثي؟ إذن عاد إلينا الأستاذ ثابت. نعم، مرحبا بك. مرحبا بكم، اهلا وسهلا. اهلا بك، الان الصوت اكثر من جيد. اهلا بك استاذ ثابت، وبدايه ما هي قراءتك لهذه الزياره التي قام بها مبعوث الامم المتحده الى صنعاء ومغادرته دون يعني حديث واضح عن اي اتفاقات تذكر؟
عزيزتي والمشاهد الكريم، تجربتنا مع المجتمع الدولي بشكل عام تجربة غير إيجابية منذ العام 2010 أو 2012 ومن بعد إلى اليوم، وهذا يعتبر المندوب الثالث ولم يقدموا، نستطيع القول لم يقدموا شيئا يذكر على الصعيد العملي المفيد إيجابيا لخدمة القضية اليمنية بشكل عام. كل ما في الأمر حلقات في السلسلة الطويلة من مشهد إلى مشهد ومن صورة إلى أخرى، وليس هناك أي تطرق إيجابي نستطيع أن نقول أنه تحقق على الواقع العملي منذ ابن عمر فولد الشيخ مارتن جريفيث إلى اليوم، يعني مشاهد متكررة لا أكثر. نعم، إذن يعني وفق تقديرك أستاذ ثابت، يعني هناك انكسارات عسكرية للميليشيا يعني ربما قد تجعل من الحل السياسي هو يعني الأقرب بالنسبة لها، خصوصا أن المعركة اقتربت من نقاط تماس الميليشيا، هل تجد ذلك؟ زيارة المبعوث الدولي الآن والضغط الذي نسمعه يعني لتحوير أو يعني لتحويل مسار العملية من عسكرية إلى سياسية، هذه ليست جديدة علينا أصلا من العام 2004، ونحن ندرك ونتابع تماما أنه كلما وقعت هذه الجماعة في مأزق وكلما زاد الخناق عليها كلما هبت المنظمة الدولية، وكلما سمعنا أصوات سياسية سواء يعني من جهات أو من أشخاص تدعو إلى الحل السياسي وإلى سرعة فك الخناق عن هذه الجماعة. مؤخرا بدأ الخناق يضيق على هذه الجماعة في الحديدة، فسمعنا أصوات وسمعنا سواء أصوات جهات أو أصوات شخصيات أو منظمات دولية تسعى لفرض الحل السياسي بالقوة، وعمليا توقفت يعني المعارك في اليومين الأخيرة. نعم، إذن يعني هناك جدل دائر أيضا بخصوص الحديدة وتسليمها للأمم المتحدة وتسريبات عن شروط الحوثي أيضا للقبول بالجلوس للمفاوضات، هل يكون كل ذلك مقدمة للحل السياسي؟ قلنا مرارا وتكرارا من سابق ليس هناك حل سياسي مطلقا مع هذه الجماعة، هذه الجماعة يجب أن تكسر عسكريا ما عدا هو. نعم، لكن يعني لم يتم استيعاب هذا الكلام لمدة 3 سنوات أستاذ ثابت، والمجتمع الدولي لا يضغط إلا باتجاه الحل السياسي، فكيف يمكن أن نقول أنه هذا الحل غير مجدي ولابد من كسر جماعة الحوثي عسكريا؟ لم تكسر خلال 3 سنوات حتى الآن، وأكثر أكثر من 3 سنوات يجب أن تكسر، وكونها لم تكسر عسكريا هي لحسابات سياسية بالدرجة الأولى وليس لعجز في الشرعية أو التحالف بالدرجة الرئيسية، الأمن سياسي بالدرجة الأولى وليس عسكري. لو كانت هناك جدية ربما لن يطول بهم الأمر أكثر من شهر أو شهرين، وأنا أجزم بهذا الكلام. الحل السياسي مع هذه الجماعة غير مجدي مطلقا، وذلك تجربتنا معهم طويلة جدا في مسألة المفاوضات وفي مسألة الحوارات السياسية التي لا تؤمن بها أصلا. لو آمنت بالحوارات السياسية لما انفضت مبدئيا على اتفاقية السلم والشراكة ولما خرجت عن مؤتمر الحوار الوطني. هذه الجماعة كلما وقعت في مأزق وكلما وجدت نفسها مطوقة بالجيش وبالشعب حركت أذرعها الحقوقية وأذرعها السياسية باتجاه الحل السياسي لتجد لها متنفسا مؤقتا ثم تعود إلى الميدان من جديد عسكريا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤمن بالحل السياسي مطلقا لأنها ليست جماعة سياسية بل جماعة ميليشياتية مسلحة عسكرية لا تؤمن بالسلم مطلقا. لكن المجتمع الدولي يتعامل معها كطرف ويريدها أن تقعد على طاولة المفاوضات كطرف أيضا، لم يتعامل معها كميليشيا انقلبت على الدولة، ربما لو كان تعامل معها من السابق لما وصلنا إلى هذا الحالة. الآن هي تضع شروطها وكأنها أحد الأطراف الذين يعني يختلفون على الحكم، يعني ولا كأنها جماعة ميليشياوية كما تفضلت انقلبت على الدولة. للأسف هذه هي واحدة من الأوجه السلبية ويعني من قبل المجتمع الدولي، وأقولها بصراحة ليس من صلاح المجتمع الدولي وأمريكا تحديدا أن تعمد إلى حل المشكلة اليمنية بصورة نهائية جدا لأكثر من حساب لديها. هي تريد السيطرة فقط، تريد أن تسيطر على المشكلة لكن لا تريد أن تحلها بصورة نهائية لحسابات تخصها ولو على الشعب اليمني. المجتمع اليمني غير جاد بالتأكيد غير جاد مطلقا في
حل المشكله اليمنيه بصيغتها النهائيه التي تتوافق مع صاحب الشعب اليمني، هو يريد ان يمسك باطراف الخيوط لا اكثر من ذلك، اما ان يريد حلها فلا ابدا ولا يمكن ان يحلها ايضا، ولا يجب بالتاكيد ان نعول على المجتمع الدولي شيئا يذكر في هذا الجانب. المساله مرهونه بتوجه يمني داخلي جاد، اما المجتمع الدولي وتحديدا امريكا فلهم حساباتهم الخاصه التي تتقاطع مع مصلحه المجتمع اليمني. نعم، إذن برأيك التصريحات المقابلة من أطراف الشرعية أستاذ ثابت، يعني وزير الخارجية الذي استبق زيارة المبعوث الأمم المتحدة بقوله أن ميليشيا الحوثي قبلت أو ستقبل بتسليم السلاح، يعني هذه كل هذه المؤشرات إلى ماذا تدل؟ كنا نتمنى أن يكون هذا الكلام من الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثيين أنفسهم. وزير الخارجية الشرعية الأستاذ اليماني ليس الناطق الرسمي باسم الجماعة الحوثية، وعلى أي حال فرضا أعلنوا ذلك أو قالوا الناطق الرسمي باسم الحوثيين فليس لديه مصداقية تذكر، وتجربتنا معهم طويلة، وقلنا مرارا وتكرارا أن هذه الجماعة كلما وقعت في مأزق كلما حركت أذرعها الحقوقية والسياسية باتجاه الحل السياسي. هم وقعوا في مأزق مؤخرا ونادوا بذلك، لكن لن يسلموا السلاح مطلقا، لن يسلموا. إذن لو افترضنا يعني لم يتم الاستجابة لهذه المناشدات الحقوقية كما سميتها، هل يمكن أن يعني يتم استمرار المعركة في الحديدة؟ ماذا بعد ذلك إذا ما تم إسقاط الحديدة أو استعادة الحديدة بمعنى أدق من ميليشيا الحوثي؟ هل تتوقع استمرار المعارك في بقية الجبهات؟ ولما فقط تتحرك جبهة دونا عن البقية؟ لا يفضل أن تكون جميع الجبهات متحركة في آن واحد؟ هذا هو الأصل، ولا ينقص الشرعية الجيوش ولا ينقصها المقاتلون أبدا، يجب أن تتحرك جميع الجبهات في وقت واحد، لأن نعلم جميعا يعني أن تم سحب مقاتلين من ميليشيا الحوثي باتجاه الحديدة لتعزيز جبهتها التي ضعفت هناك، وفيما توقفت بقية الجبهات، وهذه كما قلت له أمر له ارتباط بالسياسة الدولية والمجتمع الدولي وتحديدا أمريكا للأسف الشديد. يجب تفعيل كافة الجبهات والزحف من كل الاتجاهات حتى يضعف الحوثي، أما أن نتعامل مع جبهة واحدة ثم تفرغ بقية الجبهات فهذا واضح أن المسألة فيها ما فيها من اللعبة السياسية التي لا تخدم بالنهاية القضية اليمنية مطلقا. نعم. جبهة الحوثي نعرف أنه تم تعزيزها قبل يومين بميليشيات مسلحة من إب ومن إب. بعض المناطق المجاورة لمدينة الحديدة، وتم سحب أيضا مقاتلين من جبهات نهم وميدي لتعزيز جبهتهم أو لتحفيز تواجدهم في الحديدة فيما بقية الجبهات خاملة، وهذا أمر أظن لم يعد خافيا على أحد بأن العملية وراءها ما وراءها. نعم، إذن شكرا جزيلا لك ثابت الأحمدي الكاتب والباحث، كنت معنا عبر سكايب من مكة. عودة إلى الأستاذ فيصل العواضي مستشار وزارة الإعلام عبر الهاتف أيضا من الرياض. مساء الخير أستاذ فيصل. مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى الإخوة المشاهدين. أهلا بك. بعد مغادرة المبعوث الأممي صنعاء بعد هذه المباحثات التي قام بها، هل لديكم أي معلومات بخصوص مدى استجابة ميليشيا الانقلاب للحل السياسي؟ طبعا الانقلابيين ليسوا جادين على الإطلاق في تنفيذ قرارات أو قرار الأمم المتحدة الذي هو أحد مرجعيات الحل الأساسية. يعني الحكومة الشرعية تطالب بتنفيذ القرار الدولي 2216 الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة وحل الميليشيات وإطلاق سراح المعتقلين. بعد كذا ليس لدينا أي مشكلة، الشعب اليمني ليس لديه أي مشكلة مع الحوثيين، قوبلوا في مؤتمر الحوار الوطني واستوعبوا من قبل شباب الثورة، هم الذين يعني تنكروا واعتبروا أنفسهم فوق البشر وخلقوا كل هذه الإشكالية. إذا انتهوا انسحبوا من المدن سلموا الأسلحة وحلوا الميليشيات تفضلوا يجلسوا على طاولة الحل، وممكن يتم استيعابهم كما قال معالي وزير الخارجية في أي حكومة مستقبلية. نعم، يعني إذن يدور الحديث في المرحلة الراهنة أستاذ فيصل حول تسليم السلاح وتسليم الحديدة أيضا، هل من تقدم في هذه النقطتين مع ميليشيا الحوثي؟
طبعا يعني استراتيجيه الحكومه هي لا تقبل بانصاف الحلول، انه اليوم يسلمون الحديده وبعدين يرجع حاربوا ومشى يعني ويسلمون منطقه اخرى. العمليه برمتها في يعني القرار 22/16 في خارطه الطريق واضحة، وكان هناك تسريبات من كواليس الأمم المتحدة ربما يعني تحدث عنها الأخ وزير الخارجية ثورة تعيينها، أن الحوثيون بدأوا يطرحوا مسألة الحي السياسي وأنهم مستعدون للانسحاب وتسليم الأسلحة وإلى آخره. هم الآن طبعا يدركون أن لا مستقبل لهم عسكريا، والمستقبل السياسي مرهون بمدى استجابتهم للمساعي الدولية في هذه، قد تكون هذه آخر فرصة أو مرحلة من مراحل الحل السلمي. لكن بعد كذا لابد من الحسم العسكري ويصبح الحديث عن الحل السلمي مجرد عبث يعني. نعم، إذن على ماذا تبني الجهات الحكومية تصريحاتها المتعلقة بضمانة إشراك الحوثي بالعملية السياسية كما جاء التصريح الخارجية وكما ذكرت أنت؟ هل ضمنت الشرعية تسليم الأسلحة والانسحاب من المدن حتى الآن؟ هو مطروح يعني مطروح أنه إذا استجابوا لقرارة الأمم المتحدة ويعني على رأسها القرار 22/16 وانسحبوا من المدن وسلموا الأسلحة وأطلقوا سراح المختطفين والمعتقلين، ليس لدينا أي مشكلة في وضع ترتيبات ويعني وإشراكهم في حكومة تخرج البلد من هذه المأساة التي تعيشها. نعم، إذن فيما يتعلق بالرؤية التي سيقدمها المبعوث الأممي بشأن المشاورات السياسية إلى مجلس الأمن بعد 10 أيام والتي ناقشها مع الميليشيا، هل تم مناقشتها مع الشرعية قبل ذلك في زيارته التي؟ لا، هو المبعوث الدولي ملتزم يعني، هو صرح وفي لقاءاته بالشرعية هناك مرجعيات واضحة، المرجعيات الثلاث ما في أي رؤية بديلة لتتجاوز هذه المرجعيات حتى يتم مناقشتها مع الحكومة. نعم، إذن ما مدى يعني استعداد الحكومة للعودة لطاولة المفاوضات وهي التي وافقت على مفاوضات الكويت وتم التوقيع على الاتفاقية التي تمت؟ هل عندها استعداد أن تعود من الصفر لنعود فيما من البدايات مع ميليشيا الحوثي، أم أنها ستشترط أن تبدأوا من حيث انتهيتم في مفاوضات الكويت؟ هو يعني هي ليست مباحثات بقدر ما كانت مشاورات لتنفيذ القرار الأممي 22/16. مسألة الحكومة عندها يعني القرار نص على 3 أشياء: الانسحاب من المدن، تسليم الأسلحة، حل الميليشيات، وإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين السياسيين. هذه لا لم يحدث فيها أي تقدم من جهة الانقلابيين. الحكومة كانت أبدت مرونة في ترتيب أن يكون هذا الملف قبل هذا الملف، كانت هذه هي المرونة التي أبدتها الحكومة الشرعية. الآن ليست هناك يعني، لم نكن قد تجاوزنا، هم لم يتجاوزوا منطقة الصفر، ظلوا في يراوحون في مكانهم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ فيصل العواضي مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.